طيب احنا ناخد تفاصيل اكتر بقى. معانا على التليفون الباشمهندس عبد المنعم الحسيني، رئيس اتحاد السلاح. يا باشمهندس عبد المنعم، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا بحضرتك. معقول مبروك علينا، مش مبروك عليكم، مبروك علينا، وانجاز تاريخي فعلا زي ما اطلق عليه، حاجه محترمه جدا، وشبابنا فرحونا زي ما بيتقال. ممكن حضرتك نبدا بفكره هنا، ازاي تم تحقيق هذا الانجاز على الارض؟ ان كل انجاز بيبقى وراه قصه، بيبقى وراه تفاصيل يمكن الناس ما بتعرفهاش. خلينا نسمع من حضرتك يا فندم، اتفضل. طب الاول كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بخير يا رب. مبروك هنا جميعا. الحقيقه احنا كاتحاد سلاح بدينا نخطط لهذا المستوى اللي احنا وصلنا له دلوقتي من حوالي 5 أو 6 سنين، وابتدينا ندعم فرق الشباب والناشئين، والنهارده ان شاء الله بعد ما فزنا بالمركز الاول في بطوله الفرق حافظنا على تصنيفنا الاول على العالم. احنا السنه اللي فاتت خدنا جائزه الاتحاد الدولي لافضل فريق في الرانكينج، كان منتخب مصر هو نفس الفريق ده، اتغير منه لاعب واحد بس ان هو عدى 20 سنه خلاص، لكن احنا حافظنا على تصنيفنا في المركز الاول. اهميه البطوله دي بالنسبه لنا على مستوى الفرق اللي احنا نحافظ على التصنيف بتاعنا، وان احنا نستعد استعداد قوي لبطوله العالم ان شاء الله تقام في شهر 4 في بلغاريا، واحنا اللي خدنا الذهب السنه اللي فاتت بطوله العالم، فعايزين نحافظ على نفس موقعنا يعني. صحيح صحيح. الامر الثاني ان الفرقه بتاعت الناشئين دي احنا دي اللي بنلعب بيها تصفيات دوره باريس 24. هايل هايل هايل. هي نفس الفرقه دي اللي هتلعب ان شاء الله في باريس 24، ومحمد السيد اللي طلع الاول هو لعب طوكيو وهو كان عنده ساعتها 18 سنه وحصل على المركز الثامن، فان شاء الله يكون منصه تتويج. حصل على المركز الثامن ولا الثاني؟ انا مش سامع. الثامن في اولمبياد طوكيو. بس ده في طوكيو بقى، في باريس عايزين اداء ثاني ان شاء الله. في باريس عايزين منصه تتويج ان شاء الله. باذن الله. ونعتقد ان احنا يعني لعبتنا قادرين عليها. طيب باشمهندس، يعني ايه اللي بينقص؟ ايه اللي محتاجينه؟ ايه اللي كان الصعوبات اللي واجهتكم في الفتره اللي فاتت؟ بس رغم طبعا الانجاز اللي احنا شايفينه، عايزين نخش مع حضرتك في تفاصيل اكتر، علشان لما نيجي نتكلم عن كمان باريس 2024 نقول احنا ما كانش عندنا اي مشكله، كل العقوبات تم تذليلها، كل حاجه كان المنتخب عايزها الحمد لله توفرت ليه. يعني خلينا نسمع من حضرتك، ربما دي بتكون فرصه كويسه. خليني اقول لحضرتك احنا يعني كاتحاد سلاح الحمد لله ما بتقابلناش، يعني لو بتتكلمي على مشاكل ماديه كله عندنا مشاكل ماديه. احنا عندنا دعم الدوله وعندنا دعم الرعاه، عندنا حوالي 4 رعاه شايلين المنتخبات ناشئين وكبار على افضل ما يكون، فما بنعانيش من مشاكل ماديه. المشكله اللي قابلتنا قبل البطوله دي ان في سفاره ايطاليا ما ادوش 2 لعيبه التاشيره. فكان الفريق اللي هو الاربعه اللي حضرتك شايفاهم كان في 2 بس اللي خدوا تاشيرات، و2 تانيين ما قدروش يحصلوا على التاشيره. صعبنا الموضوع للاتحاد الدولي اللي انا بشرف عليه نائب رئيسه، والسفاره فتحت يوم الجمعه الصبح ودت 2 اللي كان ناقصين وسافروا يوم الجمعه وشاركوا من السبت. كويس كويس. هتلاقي ان هم ما لعبوش فردي، ان هم الفردي كانت بطوله يوم الجمعه وهم ما كانوش لسه خدوا التاشيرات. فالصعوبات بتقابلنا صعوبات كلها يعني نقدر نتغلب عليها، واي حاجه يعني الظروف الاقتصاديه دلوقتي احنا يعني جزء من البلد، واي مشكله بتقابل مثلا في العمله او بنحاول نلاقي لها حلول بحيث ان احنا ما ناثرش ابدا على الاداء والاستعدادات سواء لبطولات العالم الناشئين او الكبار او اولمبياد باريس ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. انا بشكرك جدا انا وكريم، وبنتمنى لكم حقيقي التوفيق جدا باشمهندس عبد المنعم. يا يعني حقيقي اي انجاز بجد لاي منتخب او حتى اي بطل فردي بيعمله وبيحققه وبيرفع اسم مصر في الخارج كلنا بنسعد بيه، وتشوف قد ايه التعليقات بالذات على فوز المنتخب كمان هنا للسلاح. بتتكلم يا كريم والله ناس سعيده من قلبها، ما انت خلي بالك انت كمصري بتشرف مصر في الخارج، ده بالنسبه لنا كلنا نجحنا كلنا اسم بلدنا اترفع، فده مش مبالغه او مجامله. حضراتكم شوفوا من وقد ايه الناس فرحانه، فنتمنى بقى على صعيد كره القدم كمان يا رب. يعني يا رب ان شاء الله. وعلى فكره يعني من الحاجات الملفته جدا للنظر اللي اتقالت في الحوار ما بينه وما بين هواند
جمله ما بتتسمعش كتير، جمله يعني قلما الواحد يسمع من رئيس اتحاد مصري لاي كانت الرياضه على مشاكل ماديه، لا ان احنا ما عندناش مشاكل ماديه وان احنا عندنا اربع رعاه. الجمله دي تستحق التوقف امامها وتاملها لفتره. ما ممكن تبقى دي برضو اشاره لان برضو ابتدت الاوضاع تتغير. احنا بقالنا قد ايه بنتكلم على فكره ان في عندنا ابطال عطلانين، صح. عطلانين بالمعنى الحرفي للكلمه، واقفين على ميزانيه، وبالمناسبه في اغلب الاحيان ما تبقاش ميزانيه ضخمه قوي، يعني ينقصهم القليل من الدعم المادي عشان يحققوا المزيد من الانتصارات. صحيح. دي ناس بتحقق ميداليات ذهب وهي تقريبا ما عندهاش اي شكل من اشكال الرعايه، امال لو بقى عندهم. انا بتفق معاك جدا، دي مشكله بتواجه بصراحه بعض الاتحادات رياضات المختلفه، وفي منهم اللي بيقدر يتغلب عليها، في منهم اللي الوزاره يعني بتحاول ان هي تساعد الاتحاد، يحاول ان هو يلاقي مصدر دخل مختلف من خلال اعلانات او حاجات زي كده او سبونسرز، لكن في منهم للاسف برضو اللي لسه بيعاني زي اسمها ايه دي؟ كذا اتحاد، لا في كذا حاجه منها رفع الاثقال بالذات، كنت عايزه اقول رفع الاثقال، وكانوا معانا هنا حتى هم تحدثوا يعني عن المشكله بنفسهم، وكان في منهم ابطال بيقول لك انا يعني بصرف من جيبي لكن الموضوع مكلف، مش اي حد مثلا يقدر في سفريه يصرف 50,000 جنيه، مش كل الناس عندها هذه القدره، فهو رايح عايز يدفع فلوس او عايز حد بس يدفع له فلوس عشان يطلع يجيب لنا ميداليه، هو مش عشان يطلع يتفسح. فاعتقد هنا لازم برضو واقفه شويه، وفي كتير من الاحيان ان هواند الموضوع بيقف عند مرحله يمكن قبل شويه مرحله تذكره السفر، ده في ناس عندها مشكله في التغذيه. احنا بنتكلم على بنتكلم على اشخاص استثنائيين، نوع التغذيه المطلوبه لهم غيرنا تماما، فاحنا بنتكلم على ميزانيات ضخمه مطلوبه لهؤلاء اللاعبين، فالحقيقه حقهم لان هم بيحققوا انتصارات كبيره. واضح ان في تغيير في هذا الملف، وطبعا ده تغيير محمود ومطلوب جدا ولازم يتدعم ويتطور وينتج عنه يعني نفس الجمله اللي سمعناها من شويه نسمعها من كل رؤساء الاتحادات.